السلام عليكم. اليوم بدي اقدم لكم وصفه ممتازه لتحضير قشطه فاخره لكافه الحلويات العربيه. بيلزمكم بدايه 3 لتر من الحليب الكامل الدسم، بتسخنوهم على حراره متوسطه. اذا كنتم عم تستخدموا حليب مجفف، لصنع لتر من الحليب السائل بتضيفوا كوب 250 مللتر من الحليب المجفف لاربع كواب من المي، فبتحصلوا على لتر من الحليب. اذا هون عند 3 لتر مسخنهم على حرارة متوسطة، بضيف لهم 9 ملاعق طاولة من الخل الأبيض. 9 ملاعق طاولة بيطلعوا تقريبا نصف كوب 250 مللتر. وبحرك جيدا حتى يتقرش الحليب ويكون كتل. فيكم تضيفوا عصير الحامض الصافي إذا ما عندكم خل. وبمجرد ما تتكون الكتل وتصير المي شفافة، بطفي النار، بستخرج القريشة بواسطة مصفاية، بوضعها في إناء، بحاول قدر الإمكان تصفيتها من المي بواسطة الملعقة وبحطها جانبا. بعد ما استخرجت القريشة بحاول قدر الإمكان تصفيتها من المي بواسطة الملعقة بالشكل هيدا، هي وبالإناء بحاول قدر الإمكان تخلص من كل الرطوبة حتى تصير بهالشكل هيدا، وبحطها جانبا تستخدمها في سياق التحضير. بعد ما استخرجت القريشة بضيف كوب من النشا لليتر من الحليب الكامل الدسم، وبحرك جيدا حتى يذوب النشا، يفضل التحريك بخفاء. فيكم تستخدموا نفس الطنجرة اللي حضرتوا فيها القريشة اذا بدكم توفروا جلي. بستمر بالتحريك حتى يذوب النشا، بعدين بشغل النار على حرارة متوسطة، ودايما دايما بستمر بالتحريك. بعد ما ينضج النشا ويصير لزج ومتماسك بهالشكل، بضيف له القريشة اللي حضرتها سابقا، وبحرك جيدا على نار متوسطة وبحرص اني احف دايما الكعب بشكل جيد حتى ما تلتصق المواد بالطنجرة. بستمر بالتحريك خلال غليان المواد بشكل خفيف لمدة حوالي 5 دقائق الى ان تصبح مزيج واحد متماسك. بعد ما طفيت النار وشلت الطنجرة عن عين الغاز، مثل ما شايفين حصلت على هالملمس هيدا. لحتى اتخلص من الكتل اللي شايفينها، بستخدم الخفاق الكهربائي وبحصل على ملمس منسجم وجميل. خفاق بسيط مثل هيدا، بغفل لمدة دقيقة كاملة حتى أحصل على ملمس ناعم وجميل مثل اللي شايفينه. بعدين بترك القشطة تبرد شوي بالطنجرة قبل ما أحطها بإناء، يفضل يكون زجاجي وبغطى. بعدين بحطه بالبراد مدة 3 أو 4 ساعات، بعدها حيجمد أكثر ويصير جاهز للاستخدام لكافة أنواع الحلويات العربية. القشطة بردت شوي بالطنجرة، صار فين اسكبها بالإناء. مثل ما شايفين عندي إناء بحجم مناسب للكمية، كمية قشطة كبيرة، ما كلفتني غير 4 لتر من الحليب. ما بحاجة على فكرة نضيف أي سكر للقشطة، لأنه بالنهاية الحلويات العربية كلها قطر،
كل شيء قشطة بيتاكل مع القطر. هلا بعد ما تبرد وتجمد حيصير ملمسة غير شكل. وهلأ أعزائي المشاهدين صار وقت فرجيكم شكل القشطة وملمسها بعد التبريد. مثل ما شايفين بياض ناصع. هالوصفة من أهم وصفات الحلويات العربية لأنها تستخدم لأغلبها. فيكم تحشو فيها القطايف، العثملية، زنود الست، حليب الجبن، عيش السرايا وحتى الشعيبيات والكنافة. فيكم كمان تاكلوها لحالها مثل ما حأعمل هلأ. بدي اسكب كيس من القشطة شايفين ملمسها أحلى. بتحشو فيها القطايف وكل الحلويات بعد شوي. بعتذر بشدة من الصايمين، أنا هلأ عم باكل بعد الإفطار. إذن بعد ما سكبت القشطة عندي هون عسل بشهده، بدي أحط منه فوق القشطة. هيئته طيب بعد ما دقته. وبالنهاية برش الفستق الحلبي مطحون ناعم. منظر جميل جدا. هلا بدي ذوق. برجع بعتذر بشدة من كل الصايمين اذا كنت عم تشاهدوني خلال توقيت الصيام. انا عم اسجل بعد الافطار حتى اقدر ذوق واعطيكم الانطباع. طعم لذيذ جدا. بتشعر فعلا انكم عم تاكلوا قشطة غنية بنكهة بتخلي كل واحد يتذوقها يتساءلوا لكم كيف عملتوها. هالقشطة بطعمها وجودتها بتقزم القشطة التجارية اللي بتشتروها، لأنه بهالأيام عم يستخدموا مكونات رخيصة جدا، والمذهل إنها غير مكلفة. فقط 4 لتر من الحليب وكوب من النشا. بتمنى تحضروها وتستخدموها بحلوياتكم. رمضان كريم. لمشاهدة المزيد اضغطوا على الرابط في الأسفل أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة. وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. أنا في عالم آخر.